صديقي كركور البطل. يا سلام، انا مش راح اقوم عن هذا الكرسي بالمرة. اكيد، لانه احنا جالسين الان منتابع برنامجنا والاشي الاسطوري المفضل في حياتنا، مثل ما انت شايفين توم وجيري، القط توم والفار جيري. يا سلام، انا بحب كتير هذا الكرتون، رائع. انا نفسي اني اشوف توم وجيري على الحقيقة يا صديقي زعرور البطل. وانا كمان يا صديقي كركور البطل. طلع، خليني نبدأ اشوف. طلع كيف توم انفجرت في تمه هاي القنبلة. يا سلام، طلع كمان على هذا التلفاز لما جيري كسر اسنان توم، صحيح. والله اشي رهيب، والله نفسي انا يا صديقي كركور البطل انه نشوفهم على الحقيقة يا صديقي. وانا بصراحة والله بلعب معاهم وبضلنا العب مع الفأر جيري وبضلنا كيف كتير. هاي يا صديقتي، يا صديقي القط طمطم، مياو مياو. هاي بتعرف وين مكان يعني القط توم والفأر جيري؟ يا ويلي ما بيعرف. يا احمد البطل، كوكب توم وجيري الاشر. ايه شو هذا؟ ايه يلا خلينا نروح. هي تعال لعندي. ايش بدك؟ يلا ظهور الاجنحة الان وبوم مثل هيك. يلا، كوكب توم وجيري موجود جنب الكوكب تبعنا، يعني الرئيس الحراس جالس بحكي. اكيد. يا سلام، خليني بدي اطير، بطلت اعرف اطير. يلا يا كركور، يلا يا زعرور، وبع مثل هيك. يلا طير. يا سلام، يا والله ايش جميل. يلا تعال ندخل. يلا يا احمد، اوجم. يا ويلي خلينا احنا نوجم قبلي. يا سلام. ايه هاي في هون مدخل، تعال معي. ياي طلع، واو، هذول لانهم بحبونا سولنا ممر الشرف. اهلا وسهلا بكم يا زعرور البطل ويا كركور البطل. واو صديقنا هذا، تعال ناكل، تعال نشوف شو نهاية هذا المكان. يلا بحب الكوكيز، هذول بيعرفونا من حب الكانديز ومن حب الكوكيز. اكيد، يعني انا بعرف، انا وصديقي جيري الشر الطيب، يعني بنعرف انكم انتم بتحبوا الاشياء اللذيذة هاي. اكيد، يعني انتم اليوم بدكم تفرجونا شو بدكم تسووا، بدنا نلعب معكم، يعني احنا من اشد معجبينكم. نعم، وانا بصراحة يعني بحبكو كتير، ما بدكو الهدايا اللي جهزت لك اياها انا وصديقي جيري؟ وينهم؟ هيهم داخل هذا المكان. يا سلام، يلا خدهم. يا سلام، مثل هيك. مرحبا. اكيد هذا مقلب، انا بحب المقالب تبعته. هذا مش مقلب، انا هو توم الشرير. يلا خلينا نروح، جير الشرير هين، القيت القبض على زعرور وكركور الابطال. اكنك نادر يا صديقي كركور البطل. كيف خدعنا، كيف مش عارف يا صديقي، احنا انحبسنا في هذا المكان. ايش بتحكي يا رئيس المراقبين؟ نعم، بجوار كوكبك انا يعني شفت في الكاميرات كوكب عائلة توم وجار الاشرار، هذولا مجانين قويين خطيرين على العالم كلياته يا صديقي احمد البطل. شكرا لك، انا ما بدي اطول معاهم، انا بصفتي بطل الابطال احمد البطل لعيون متابعيني الاساطير اللي بينتظروا مني حركاتي الاسطورية، جبت لكم سلاحكم المفضل اللي هذا هو الرشاش، اقضي عليهم انا لاني بعرف اني اقضي عليهم هذول، رح اقضي عليهم بغضون دقيقة واحدة فقط، ما بدي لا اتحداهم ولا بدي اسوي فيهم اي اشي، كوكبهم الشرير
طلعوا توم الشرير هو ومستنسخينه وجير الشرير. انا رح اقضي عليكم يا اشرار. احمد البطل دائما وابدا رح يدمركم تدمير. يلا 1 2 3 توقف توقف توقف. حكولي المراقبين التانيين انه زعرور البطل وكركور البطل بداخل كوكبه. ها 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 مستحيل مستحيل. كيف؟ ما بعرف ما بعرف. شكلكم ما بتعرفوا انا هو توم الشرير. انا استدرجت كركور البطل وزعرور البطل الى كوكبي، واللي بيطلق طلق على كوكبي رح اقتلهم. لا يا اطفالكو يا حلوين، انا رح ادمرك يا توم الشرير. خذ التوقف. اتذكر كلامي، اذا بتصيبني اي طلقة رح اقتل طفلك زعرور وصديق طفلك كركور الابطال. يا ويلي اوعك اوعك يا احمد البطل، هاي مشكلة كبيرة. طيب انا ايش بدي اسوي ايش بدي اسوي؟ يلا الى اللقاء. يا ويلي يا رئيس المراقبين، انزل بسرعة ونادي لي سوس البطلة باقصى سرعة لديك. حسنا حسنا يا احمد البطل، انا الان لازم اني اخطط انا وزوجتي سوس البطلة باقصى سرعة لدينا عشان نعرف كيف بدنا نهرب. يعني طفلنا زعرور طلعوا هذا توم الشرير وجير الشرير، انا لازم اني ادمرهم تدمير. هيني جيت يا زوجي، شو اللي صاير شو اللي صاير؟ ايه زوجتي سوسي سوسي. يلا وي يا ويلي، شو هذا الكوكب اللي موجود امامي؟ اي والاشي الصعب اكثر من هيك انه زعرور البطل وكركور البطل بالداخل. مستحيل، شو بدنا نسوي؟ واذا طلقنا طلقة واحدة على كوكبهم رح يقتلوا اطفالنا. يا ويلي لازم نروح على غرفة الاجتماعات بسرعة. نعم نعم خلينا نخطط، هيا بنا وي. ها 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 هيني جيت يا صديقي الفار جيري. يا سلام يا سلام، شوف هاي الفتاة الصغيرة، احنا بدنا نقتلها. اكيد اكيد راح نقتلها راح نقتلها. هي ابتعدوا عني ابتعدوا عني. لا تخليها تطلع عن طريق السلم. هيني انا مثل الحارس على هذا المكان. احنا اشرار مثل ما انت شايفين. هيني ايه هيني انا بدارب بدارب. تعالي لهون انا بدي اكسر السلم. هي يا ويلي ساعدوني. هي مشاكس انت الان، انا راح اقتلك. خدي هاي. يا ويلي انا انصبت بالدواء. هي 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 هيك بلشت تنزل الدماء تبعتها يا صديقي القطام. اكيد اكيد احنا الان رح ندمر العالم تدمير. انا هو القطام الشرير مع صديقي الفار جيري الشرير. احنا اشرار مرعبين قاتلين، رح ندمر العالم تدمير. تعال معي خلينا انا اسوي مثل هيك الحركة. وبا يا ويلي لازم انه نطلع لازم انه نطلع. يلا يلا الان انا راح اخليك تطلع. خلص خلص هيني انا طلعت. تعال نشوف الرهائن الثمينين الرائعين اللي هم زعرور البطل وكركور البطل من عائلة احمد البطل. هاي طلعونا طلعونا، والله انا بكسر راسك صح يا زعرور. نعم والله منكسر راسك تكسير. ها 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 شفت اذا حاولتوا تهربوا من كوكبي ايش بصير معاكو؟ مثل الفتاة اللي موجودة على الارض. اي ساعدوني ساعدوني. هي اذا سويت اشي مع هاي الفتاة انا رح ادمرك تدمير يا جيري ويا توم الاشرار. في احلامكو. هي انا رح ادمركو، فقط بدي انا يعني انا انتو رهائن الان، وانا رح اطلب من احمد البطل الان طلب ما بقدر انه يرفض ابدا ابدا. انا رح ادمرك رح ادمرك يا صديقي جيري، انا قادم. يلا يلا يا صديقي توم، لازم انا وياك الان نروح ونحكي لاحمد البطل الاشي اللي بدنا اياه. اكيد اكيد لازم نحكي له. يلا 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 يا سلام. اي والله انا موجوع كتير كتير.
يلا يلا زعلانة مش زعلانة يا أحمد البطل، يلا تعال تعال. وهينا خرجنا من غرفة الاجتماعات السرية وإحنا توصلنا إلى حل لازم أنا وياك يا سوس الآن نسويه. نعم نعم الحل هو هي يا أحمد، يا أحمد البطل الآن تعال إلى هنا. إيه يا ويلي هذا توم وجيري الأشرار، تعالي معي تعالي معي بسرعة بسرعة يا سوس البطلة. يلا يلا هين أنا قادمة معك يا أحمد البطل، بدنا نروح نشوفهم هذول الأشرار إيش بدهم، إيش بدكو يا أشرار؟ تعالوا إلى هنا. أهلا وسهلا يا أحمد البطل. إيش بدكو يا أشرار؟ إيش بدكو؟ أنتو أشرار يعني ما عندكو قلب تحبسوا أطفال صغار أبطال خارقين؟ نعم ما عندنا قلب، ما عندنا قلب. هي إيش بدك يا توم؟ إيش بدك يا جير الأشرار؟ أنتو بدكو زعرور وكركور الأبطال؟ أكيد بدنا إياهم أكيد. طيب أنا عندي الحل، أنتو أعطوني الكوكب تبعكو مع السجناء لمدة 5 دقائق فقط لا غير، وأنا راح أعطيكو كركور وزعرور. إيه مستحيل مستحيل نقبل في هذا الإشي. ماشي ماشي هذا هو الإشي الوحيد اللي عنا، بدكو ولا لا؟ أكيد لا. طيب كمان 10 دقائق راح تسمعوا خبر وفاة زعرور وكركور، يلا وانتو روحوا فكروا الآن واعطوني الخبر. يا ويلي تعالي معاي يا سوسي تعالي، معقول اني اضيع كل التعب اللي تعبت طوال حياتي في هذا الكوكب فقط عشان يعني والله انه زعرور غالي على قلبه هو وكركور؟ نام نام شو بدنا نسوي؟ انا وياك مثل ما توصلنا على الخطة لازم نستدعي صديقنا اللي هو الساحر القوي جدا جدا، تعالي معاي الساحر الطيب الان لازم انا وياك نجيبه صحيح؟ نعم خليه يساعدنا خليه يساعدنا. تعالي معاي يا سوس البطلة مثل هيك، هاي انا بعرف اني استدعيه في هذولا التلات دخان مثل ما انت شايفين هذول الدخان، احنا منجيب الساحر الطيب صحيح؟ نعم يلا ارمي هذول الدخان مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. انا قادم انا قادم انا قادم، اهلا وسهلا يا احمد البطل وسوسي بطلة وزعرور. ايه اين زعرور؟ زعرور مسكه الشرير هذا اللي موجود امامك اللي هو توم وجيري الاشرار. ايه شو اللي بتحكي؟ وانا وياه انا وسوسي البطل استدعيناك عشان تساعدنا في هذا الاشي، بدنا تحكي لنا ايش هي الحل عشان نسترجعهم، بدهم ياخذوا الكوكب تبعنا عشان نسترجعهم لكركور ولا يعني ولا زعرور. انا عندي الحل انا عندي الحل، لسه قاعد انا بخترع هذا الاختراع. ايه يا ساحر الطيب كيف هذا؟ ايش هو الاختراع؟ انا الان راح اعطيكم هذول الجرعات، هذول الجرعات اعطوهم للسجناء تبعونكم، السجناء راح يتوقفوا توقف كامل، عرفتوا كيف؟ ايه معقول معقول هذا الكلام؟ نعم معقول هذا الكلام، وبعديها بتعطوا يعني توم وجيري الكوكب 5 دقائق وما بيقدروا يهربوا اي شرير. واو والله فكرتك اسطورية يا ساحر. نعم الان انا بدي اعطيكو هذول الجرعات مثل هيك، خدوا 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 خدوا. واو تعالي خدي معي يا سوسي. يلا يلا خليني بدي اخد مثل هيك ومثل هيك. ويلا يلا رح يعني تفرحوا كثير كثير بعد دقائق. وانا الان اختفاء. واو شفت كيف يا احمد؟ يلا يلا بدنا ايش نسوي الاشي اللي حكى لنا عنه الساحر الطيب، بدنا نجمد هدول الاشرار يعني هيو هذا يعني مثل ما انت شايفين هدول بتحركوا، هيني رميت على هذا. يلا يلا معقول انه يعني هدول بيروحوا؟ يلا يلا خلينا نشوف. نعم هيا مشكلة متجمدوا تجمدوا يا احمد. معقول يا سوسي؟ خليني بدي اشوف انا مثل هيك. هي انتو يا ويلي نعم تجمدوا. واو خليني ارمي على هاي. يلا
يلا هذولاك الموجودين هناك يعني هذولاك بتحركوا الآن، بدي أشوفهم لما يتحركوا، ويعني بعد ما يتحركوا بعد ما يتجمدوا خلينا أسوى أنا مثل هيك. رائع جدا، تعالي معي يا سوسي. يلا هيني أنا قادمة، مثل ما انت شايفين هيهم هذولا كلياتهم جالسين بتحركوا، هذولا الاندرمان، هذولا أحمد الاندرمان والأطفال الصغار الأشرار. يلا خليني أنا أرمي عليهم مثل هيك. ايه يا ويلي هيهم بطلوا يتحركوا مثل ما انت شايفين، رائع جدا رائع جدا. يلا ارمي على الجميع، ارمي على الجميع يا سوسي. يلا يلا انا الان رح ارمي على الجميع، خليني انا اسوي مثل هيك، احط هذول الجرعات هون وهون وهون، رح ادمرك يا توم وجيري الاشرار. طلعيني اختفيت، رميت عليهم جرعة اختفاء بالغلط. يلا عادي عادي خليني احط هذول الجرعات مثل هيك ومثل هيك، رح اساعدك يا زعرو ويا طمطم يا اطفالي يا رائعين، مثل هيك ومثل هيك. يلا يلا ايه شو بده يصير، شو بده يصير الان، تعالي معي تعالي معي يا سوسي. يلا يلا هيني انا قادمه، يلا يلا خلينا اسوي مثل هيك، ارمي هون وارمي هون، هيا بنا. يلا هينا انتهينا واعطينا كل السجناء هذول الجرعات، مثل ما انت شايفين ما في اي احد من هذول السجناء جالس بتحرك، احنا جمدناهم. والان يا سوسي البطله بدنا نروح عند توم وجيري، يلا يلا هيا بنا، انا رح افاجئهم. مفكرين نفسهم رح يقدروا لي؟ شكرا لك يا رئيس السحرة الطيب. يلا يلا يا ميتو. يا سلام يا سلام، احنا وافقنا، بتقدر انت وجيري تروحوا الان على كوكبي. يلا انزلوا انتوا الان، خدوا طمطم، يعني خدوا صديق طمطم اللي هو زعرور، وخدوا صديق زعرور اللي هو كركور البطل. يلا يلا روحوا. يلا تعال معاي يا جيري. يلا يلا. ماما بابا هي زعرور كركور هاي ساعدوني ساعدوني، خليني ابدا اكسر هذه، انا بدي اكسر هذه السياج. يا ويلي الان رح تشوفوا اجمل اشي صار في العالم. يا ماما يا سلام. يلا الان رح تشوفوا شو رح يصير فيهم الاغبياء. يا سلام تحقق حلمنا واخيرا. يا سلام يا سلام. يلا يلا تعال معي نهربهم. يلا مومي لونج ليجز اوروبي. مومي لونج ليجز اوروبي يا غبيه، ايش كلها مش جعبالها، مخترع الجميل اهرب، مخترع جميل اهرب، شكله مش جابله. يا ويلي شو اللي جالس بصير، اكيد احمد البطل سوى شي مش كويس. هاي اهربوا منيونز اهربوا، انتو كتار بتهربوا اكيد. ليش هدول مش راضين يهربوا؟ مش عارف مش عارف. يا ويلي شي غريب، فضائيين هاي تكلموا معاي، اي احد يحكي معاي. ايه يا ويلي هدول خدعونا خدعونا. هاي تعال معاي بدنا نشوف لنا شغلة عاملة هون. يا ويلي انا زعلان. وانا كمان. هاي انتو كلموني كلموني. يا ويلي بتحكوا علينا، تعال على غرفة رئيس المراقبين، تعال معاي. يلا يلا. اهلا وسهلا، خد لك هاي. آخ. انت مفكر انه احمد البطل رح يسكت لك؟ سوى فيك مقلب وخدعة وفخ اسطوري، كمين رهيب جدا جدا. يا ويلي ليش نصبته علي مثل هيك؟ لانه احمد البطل في كل مكان. بوم.